احنا كنا مقسمين الشرطين على دي مش ايه
يعني لو كان الجسم مش قادر يكون الفا تشين هروح اسميها الفا ثلاثيميا، لو كان الجسم مش قادر يعمل بيتا تشين هروح اسميها بيتا ثلاثيميا. حلو الكلام؟ يبقى انا عندي في نوعين، الفا ثلاثيميا وبيتا ثلاثيميا. ناخد اول حاجه الفا ثلاثيميا، اتفقنا الفا ثلاثيميا معناها ان الجسم مش قادر يكون الفا تشين، وضحنا اتفقنا ان الالفا تشين هي العقل المركب للهيموجلوبين، وانها لو ما اتكونتش يبقى الهيموجلوبين ده انكومباتبل وذ لايف، ما ينفعش تعيش بيه، ما ينفعش ايه؟ تعيش بيه. بص يا كابتن، عاوزين نشوف بقى لو الجسم ما قدرش يعمل الفا تشين، لو الجسم ما قدرش يعمل الفا تشين ايه اللي هيحصل؟ بص معايا، لو الجسم ما قدرش يعمل الفا تشين الهرمون مرض بيتهبل، الهيموجلوبين اللي هيكونه هيبقى هيموجلوبين ملوش معنى اساسا، ما فيهوش ايه؟ الفا. فتلاقي ان البول مارو بيعمل اي هيموجلوبين ما فيهوش الفا. عامل ازاي يعني؟ ساعات يعمل لك هيموجلوبين بيتكون من 4 بيتا، او يعمل لك هيموجلوبين بيتكون من 4 جاما، او يعمل لك هيموجلوبين بيتكون من 4 دلتا، سواء كده او كده او كده. ينفع تعيش بده؟ ما ينفعش، في الثلاث مناظر هتموت هتموت. حلو الكلام؟ بس كل واحد من دول ليه اسم؟ عشان كان توصيل السنه اللي فاتت. كل واحد من دول ليه اسم؟ لو البول مارو عمل 4 بيتا دي بنسميها بارت هيموجلوبين، بنسميه ايه؟ بارت هيموجلوبين. بعد كده لو عمل 4 جاما وبارك معايا بنسميه، و4 دلتا عنده 4 دلتا بنسميه ايه؟ دلتا هيموجلوبين. 4 جاما بنسميه هيموجلوبين اتش. يبقى انا عندي ان الجسم لو ما قدرش يعمل الفا تشين، لو ما قدرش يعمل سوري حط هنا اتش حط هنا بارت هيموجلوبين اتش وبارت هيموجلوبين، واخر حاجه ايه؟ دلتا هيموجلوبين. احنا قلنا لو ما قدرش يعمل الفا تشين الثلاث مناصب هيكونوا ايه؟ ابنورمال، يعني كده كده الواد ايه؟ هيموت. عشان كده الفا ثلاثيميا ما تقلقش في الامتحان، لان كده كده الفا ثلاثيميا الواد بيتولد ميت، بينزل ميت. حلو الكلام؟ وبينزل منظره ابيرفو ميت، بس منظره كاركترستيك، يعني هو منظر في الطب مميز كده. هناخده مرتين في المنهج. المنظر بنسميه هيدروكس فيتاليس، بنسميه هيدروكس فيتاليس. يعني ايه كلمه هيدروكس فيتاليس؟ هيدروكس فيتاليس يعني واد نازله بتاعت الولاده ميت ومنفوخ، عنده جنرالايز ايدينا وعنده جوندس وعنده هيباتوس برينو ميجالي، هو ميت بس في المنظر ده. يبقى واد نازل لك ميت عنده جنرالايز ايدينا وعنده جوندس وعنده هيباتوس برينو ميجالي وعنده قلنا كونجنتال جوندس، المنظر ده بنسميه ايه؟ هيدروكس فيتاليس. معايا يا دكاتره؟ يبقى اتفقنا ان اصلا ثلاثين ده ايه؟ مش هيعيش، انزل ميت، غصه منها وما يجيش امتحانات، بلاش تسمع ده. لو سألت الشفوي الأصل ثلاثيميا ممكن يعيش أو ممكن؟ بالك معايا. لو سألت الأصل ثلاثيميا ممكن يعيش؟ أه ممكن. ممكن إمتى؟ في حالة واحدة اسمها هيتروزيجا في الستيج، وبالك معايا. الأصل ثلاثيميا وبرضه بيتا ثلاثيميا. عامة أي إيه؟ أي ثلاثيميا فيهم إنها منظرين. في منظر يكون هوموزيجا ومنظر يكون هيتروزيجا. هوموزيجا اللي هو سيفير، هيتروزيجا اللي هو مريض. يعني إيه لفظ هيتروزيجا؟ هيتروزيجا يعني واحد مولود عنده الديفكت في حوالي 5% لأقصى حاجة 40% من الهيموجلوبين. يعني الأبنورمال اللي الهيموجلوبين عنده بيمثل حوالي قد إيه؟ 40% أقصى حاجة يعني. إنما عنده بقية الهيموجلوبين نورمال. يبقى إذا البول مارو الديفكت موجود في جزء من الهيموجلوبين، بيجي في جزء من الهيموجلوبين ما يقدرش يعمل أبسط شيء. إنما في باقي الهيموجلوبين بيعملها كويس. يبقى إذا قلنا 40% بيكون أبنورمال و 60% إيه؟ اللي هو اللي هو يبقى لو اتسال خد معايا، لو اتسال ده اصلا ثلاثيه يعيش ممكن يعيش، قلنا امتى؟ في الهيتروزيجا في الستيج، الواد ده هيبقى عنده ديفكت في جزء من الهيموجلوبين، ان معظم الهيموجلوبين ايه؟ سليم، وبالتالي هيعيش، بس هيعيش بالبيت سيروفانيميا، ما هو عنده نص الهيموجلوبين تلاقيه مضروب او ثلثه مضروب، فهيعيش بالبيت سيروفانيميا ايه؟ بس هيعيش. حلو الكلام؟ ما تهمناش في حاجه. مين بقى اللي تهمنا؟ اللي هي حاجه اسمها البيتا ثلاثيميا، ودي اللي هنشرحها النهارده. ركز معايا بقى، عاوزين نعرف ايه البيتا ثلاثيميا دي. بص كده على السبوره، بيتا ثلاثيميا احنا متفقين يعني الجسم مش هيقدر يعمل بيتا تشين. طيب يبقى الجسم مش قادر يعمل بيتا. طب ما هو الجسم لو ما يقدرش يعمل بيتا يبقى عامل مكانها يا اما جاما يا اما دلتا. لو الجسم ما قدرش يعمل بيتا يروح يكون مكانها يا اما جاما يا اما ايه؟ دلتا. حلو الكلام؟ طب لو عمل جاما هيروح مديك ايه؟ وبالك معايا تاني،
انا بقول لك المفروض ان البول مارو يطلع معظم الهيموجلوبين نوع اسمه ايه؟ هيموجلوبين ايه؟ المفروض الطبيعي ان البول مارو يطلع حاجه اسمها هيموجلوبين ايه؟ الايه ده بيساوي ايه؟ 2 الفا مع 2 بيتا. طب انا بقول لك بتاع الثلاسيميا ما بيقدرش يطلع البيتا، ما بيقدرش يعمل مين؟ بيتا، يبقى عامل مكانها جاما، بس هو لو عمل جاما مش هيكون ايه؟ ده هيكون مين؟ اف، هو بقى 2 الفا مع 2 جاما، يا اما ساعات يكون دلتا، يبقى كده كون ايه؟ 2 الفا مع 2 دلتا يبقى اسمها ايه؟ ايه 2، يبقى تاني خد بالك معايا، انا بقول لك بتاع البيتا ثلاسيميا ما بيعرفش يعمل بيتا تشين، يبقى عامل مكانها حاجه من اثنين، يا اما يعمل الفا تشين يا اما يعمل ازاي؟
ما انت متوقع ان بعد 6 شهور الهيموجلوبين اف بيقل والايه يعلى. لو الكلام ده ما حصلش يبقى عنده ثلاثيميا ميجر. لو الكلام ده ما حصلش يبقى عنده ثلاثيميا ايه ميجر. معايا يا دكاتره؟ يبقى اذا ثلاثيميا ميجر الايج اوف بريزنتيشن بتاعها هيكون ما بين 6 شهور و12 شهر اللي هو سن السويتش. سن الايه؟ السويتش التغيير اللي بيحصل. حلو الكلام ده. الباثوجينيسيز اوف ثلاثيميا السؤال ده جه في 2004 الاول في اب تشارت باثوجينيسيز اند تريتمنت اوف ثلاثيميا. باثوجينيسيز اند تريتمنت اوف ثلاثيميا. يبقى الباثوجينيسيز هتروح شارح الصفحه دي تقول له الاول النورمال هيموجلوبين بيتكون من كام تشين. حلو الكلام. وبعدين تقول له في عندي ثلاث انواع من الهيموجلوبين. وبعدين تقول له في حاجه اسمها الفا ثلاثيميا وفي حاجه اسمها بيتا ثلاثيميا. الفا ثلاثيميا مش عايز يعمل الفا يروح مديك النورمال هيموجلوبين انكومباتبل ويز لايف يعني هيموت هيموت. بيتا ثلاثيميا قلنا هتلاقي مش قادر يعمل بيتا يبقى عامل مكانها يا اما جاما يروح مديك هيموجلوبين اف او دلتا يروح مديك هيموجلوبين اي 2 نوعين تانيين من ايه؟ من الثلاثيميا. حلو الكلام؟ طب ركز معايا بقى. معايا يا دكاتره؟ وبالك معايا بقى. عاوزين نشرح بقى الموضوع اللي اسمه بيتا ايه؟ الثلاثيميا. عاوزين ناخد الموضوع اللي اسمه بيتا ثلاثيميا. ركزوا معايا. يلا يا دكاتره. احنا لسه متفقين بيتا ثلاثيميا. بيتا ثلاثيميا منها نوعين ميزو ومايمو. ميزو دي كون فيها ايه؟ ميزو مين اللي كون فيها؟ الهيموجلوبين اف. ومايمو مين اللي كون فيها؟ ميزو. اتفقنا مايمو هيكون فيها نو مانيفستيشن او مينيمال مانيفستيشن ما تهمنيش. مين اللي يهمني بقى؟ الميزو اللي كون عنده ايه؟ الهيموجلوبين اف. حلو الكلام؟ طيب عاوزين ناخد بقى الثلاثيميا بيتا ثلاثيميا ميزو. خد بالك معايا هتلاقي مكتوب جنبها اسم تاني كوليز انيميا. كوليز انيميا يبقى الثلاثيميا ميجر اسم الدلع بتاعها كوليز ايه؟ انيميا على اسم العالم اللي اكتشفها. اكتب اسم تاني. اكتب اسم تاني. برونزد دايابيتس. برونزد دايابيتس يبقى اسمها كوليز انيميا او اسمها برونزد دايابيتس. معايا؟ خد بالك معايا بقى. عاوزين نعرف ايه الكلينيكال بيكتشر؟ ايه؟ مفيش حاجه اسمها هيموكوماتوز. مش عارف انت فين الحته اللي فاتت ان الثلاثيميا تحصل فيها هيموتيدروز او هيموكوماتوز؟ برونزد دايابيتس تساوي هيموكوماتوز والثلاثيميا تحصل فيها هيموكوماتوز. طيب دي برونزد دايابيتس. معايا؟ هو شغل توصيل ليفر في البطن ولا حاجه ولا هيموكوماتوز؟ هي هي طبعا نفس الكلام بالظبط. خد بالك معايا. يلا يا دكاتره. احنا قلنا الحته اللي فاتت في عندي جنرال بيكتشر في الميوزيك انيمي. اتفقنا ان دي بيكتشر عامه صح؟ لو بتيجوا كانت ايه؟ بالذات وقعد نكتب رسمه وشرحنا الجوندس وقتها. قلنا اللي عنده بلط وعنده عامة بيكتر انيميا وبعدين جند وعنده ليفر والسبرين يبقى سبرينو ميجالي اللي تكون عامل ازاي؟ دارك واليورين نورمال او دارك. امتى يكون دارك؟ لو حصل هيموجلوبينوريا صح تمام. طب قلنا اخر حاجه ساعات بيحصل رايز. فاكر الكلام ده؟ دي اسمها جنرال بيكتشر هيموجلوبينوريا انيميا يعني الزقها مع اي نوع من ايه؟ من هيموجلوبينوريا انيميا. بس هنا الثلاثيميا البيكتشر بتاعتها كبيره شويه فعاوزين نحفظها بسرعه مع بعض. خد بالك معايا البيكتشر بقى ايه؟ احفظ كده معايا. عندي اول حاجه في اثنين الوان. في اثنين ايه؟ الوان. في اثنين يورين وستول. في اثنين ليفر وسبرين. في اثنين جسمه ووشه. وفي اثنين من الاسم. اثنين من الاسم. انا لسه مالكوا اسم تاني برونزد صح؟ ودايبيتي صح؟ واخيرا في اثنين المصيبه في السن. المصيبه في ايه؟ في السن. يبقى دي كيميكال بيكتشر. في عندي اثنين الوان وفي اثنين يورين وسطول وفي اثنين ليفر وسليب وفي اثنين جسمه ووش وفي اثنين من الاسم برونزد ودايبيت وفي اثنين المصيبه في السن. تاخدهم حاجه حاجه. اول حاجه اثنين الوان. انت متوقع ما دام انيميا يبقى عنده بلط. وما دام هيموليتك انيميا يبقى عنده جند. يبقى الالوان عنده بلط وايه؟ وجند. حلو الكلام؟ طب ثانيا عنده اثنين يورين وستول. انت متوقع ان الستول عامل ازاي؟ دارك ستول. ما جنرال هيموليتك انيميا ده الجنرال هيبقى عنده ايه؟ دارك ستول. وهشرحها المره اللي فاتت عشان اغني فيها حته وحل. معايا يا دكاتره؟ هيبقى عنده دارك ايه؟ ستول. لو ده عمل شطور هيبقى عنده في دارك ستول ولا مفتوح؟ شطوه باين. دارك ستول. طب تاني حاجه اليورين. اليورين هيبقى عامل ازاي؟ يا اما نورمال يا اما لو كان سيفير هيبقى دارك.
انا عامل لك النيه دارك عشان في معظم الحالات بتلاقي تي في مول بيحصل اتاك بيكون تي في ايه في مول اكتب جنبها او ميبي نورمال يبقى اليوري بيكون دارك تبع الهيموجلوبين او ميبي ايه نورمال زي ما المره اللي فاتت. طب بعد كده الليبر والسبرين انت وضعت ايه هباتو سبرينو ميجن ايه الاسباب طبعا هذا بس دوينا المراجعه قالوا الكلام على مستوى شهر كنا تيم ذاكر وانا اقول لك نراجع مع بعض الحته كده مع بعض انا بشرح عشان احاول ابلغ المبلغ يعني لسه ما رجعش انا بشرح ده ديوك وقت شهر قالوا الكلام انا كده بشرح معايا اللي ما هيجيش مذاكر ما تجيش اللي هتاخد الخطه الجايه هيطلع مش مذاكر ما يتعادش منه خلاص ما يجيش تاني عشان انا خلاص بقى شهر ونص قالوا الكلام فاللي هيجي مش مذاكر بعد كده اللي هي ابو ده قدامي كده ما يجيش معايا عشان مش بشرح عشان كده ما تجيش مذاكر يعني انا ذاكر مراجعه ولا ذاكر شهر ما ذاكر يبقى تيجي تذاكر خلاص وخد بالك معايا يبقى احنا قلنا ايه هتلاقي عنده الليفر والسبرين فاهم هباتو سبرينو نيجاتيف وقلنا الاسباب اربعه اتش الفتره اللي فاتت. طب بعد كده عندي بقى في اثنين حاجات جديده بقى اللي فات ده كله قديم طبعا الجنرال بالو جون دي سيوني سول ليفر سبرين الحاجات دي كلها قديمه طبعا الجنرال ايه بقى جديد جسمه ووش اتفرج معايا اولا جسمه العيان ده هتلاقي عنده بروت ريتارديشن هتلاقي عنده ايه بروت ريتارديشن طب ليه اولا عشان عنده كرونيك انيميا عنده كرونيك ايه انيميا طب ثانيا مش اتفقنا الحصه اللي فاتت ان في كل حالات الهيموليتيك انيميا الايرن كان بيعمل ايه الايرن كان بيترسب في التشو ولما كان يترسب في اي تشو طبعا هيبوظه طب ما هو برضه هيترسب في الاندوكراين جلاند وهيضربها ولما يضرب الاندوكراين جلاند هيمنع النمو يبقى الواد ده هتلاقي عنده بروت ريتارديشن لسببين عنده كرونيك انيميا وعنده الايرن بيترسب في الايه في الاندوكراين جلاند ومبوظها قالوا الكلام. طب وشه بقى دي اكتر نقطه كاركترستك في الثلاسيميا دي اكتر نقطه بتفاجئ لنا الثلاسيميا من اي نوع تاني من الهيموليتيك انيميا بتلاقي وشه مميز قوي وشه اسمه ايه مونجولويد فيتشر هتلاقي في وشه مونجولويد ايه فيتشر معايا ده كده ايه بقى حكايه مونجولويد فيتشر دي ايه سببها اسمه عادي مش احنا متفقين الحصه اللي فاتت فاكرين الاشعه اللي شرحناها؟ الاشعه شرحناها؟ احنا قلنا ان العيان ده عنده هيموليزيس، يعني ايه هيموليزيس؟ يعني الار بيز بره عماله تتضرب، الار بيز عماله ايه؟ عماله تتكسر. لما البون مارو خد باله ان الار بيز بتتكسر لما البون مارو خد باله بدا يعمل ايه؟ هايبربليزيا، بدا البون مارو يعمل هايبربليزيا علشان يزود تصنيع الار بيز علشان يعوض التكتيل، قالوا الكلام؟ طب هو البون مارو لما عمل هايبربليزيا بدا يتك على مين؟ على الكورتكس ويزقها لبره حلو الكلام الكلام ده بيحصل في كل البونز الكونتين كل مره احنا عارفين البون مارو موجود في السنترال بون يعني في السكال في البرتبري في السترنم ده الاماكن اللي فيها ايه؟ اللي فيها بون مارو خد بالك معايا بقى دلوقتي لما يبدا البون مارو يعمل هايبربليز لما البون مارو يعمل هو شمال معروف من الساعه 2 بيجي النهار ده يلا يا رجاله ماشي مع بعض يلا يا رجاله يبقى احنا كده قلنا ايه؟ بقول لك العيان ده بقى في الاسكان عاوزين نطبق الحكايه دي في الاسكان لما البول مر اللي عندي في الاسكان يبدا يعمل هايبر بريزيا هيبدا يدوس على مين؟ يدوس على الاوتر بريك اللي انا حاطه اللي فاتت برضه الاشعه هيبدا يدوس عليها ويسقها على بره فلما يدق يكون على بره هتلاقي كل حته في الاستام بدات تقف على بره يعني ايه هتيجي تبص عنده على الفرنتال بروسيس هتلاقيها طالعه لبره كده بنسميها بولسنج عنده فرنتال ايه بولسنج هتيجي تبص على المجزله هتلاقيها برده قابه لبره برومننت مجزله هتيجي تبص عنده على الالفيولار مارجن هتلاقيه برده مزوق لبره سنه ولما يكون مزوق لبره سنه هتحس ان هو عنده حاجه اسمها ايه بروجنسيزي يبقى عنده اكثر خطاب الشرعي بروجنسيزم اللي هي ان المسافه من الفوريوم ماجنم للفوريوم ماجنم للالفر ماجنم طالب يبقى كلمه بروجنسيزم معناها ان الايه الديستنس من الفوريوم ماجنم الراجل بيقدر يتكرر لحد الايه الالفر ماجنم بقى طويله دي اسمها بروجنسيزم زي النيتروس كده زي النيتروس قالوا الكلام يبقى اذا العيان ده هتلاقي وشه في حاجه اسمها مونجولويد فيتشر يعني ايه مونجولويد فيتشر؟ هتلاقي عنده بولتنج وهتلاقي عنده برومينانت ماكزيلا هتلاقي عنده بروجنسيزم يعني بروتودد ماكزيلا كل الحاجات دي سببها ان البون مارو بدا يدق على البون عشان عمل هايبربريزيا فبدا يدق على البون راح نديك المنظر ده خد بالك ان مسميها مونجولويد فيتشر يعني ايه مونجولويد؟
يعني شبه المنجز. هناخد في الجينيتكس حاجه اسمها الداون سندروم اللي هو المنجز. حلو الكلام. خد بالك بتاع الثلاسيميا بيكون فيه بعض خواص المنجز، ما بيكونش شكله شبه الداون، مش شبه الطفل المغولي لا، ولكن فيه بعض خواص. يعني هنعرف في الداون ان هو عنده بورسنج وعنده المجهله برومينال وعنده الكلام ده كله. حلو الكلام. يبقى اذا بنسميها مونجولويد فيتشر، يعني شبيه بالمونجول بس ما هوش ايه مونجول، في بعض خواص المونجول. معايا يا دكاتره؟ ده وشه. طيب بعد وشه العيان ده هيبقى لونه برونزي، هيبقى عنده برونز كلر. برونز ايه؟ كلر. يعني لون جلده هيبقى نحاس. بكره مش معايا المره الجايه باذن الله، وريك البرونز دي كلها، هوريك اللون بتاع الجلد ده، هوريك المونجولويد فيتشر المره الجايه. مش المره مش معايا ده. خد بالك معايا. يبقى قلنا هيبقى عنده برونز كلر. يعني ايه برونز كلر؟ عارفين لون النحاس؟ لون النحاس نفس اللون بالظبط، هتلاقي جلده شبه لون النحاس او البرونز، لون البني المحروق ده. طيب ايه السبب؟ خد بالك ان هو عنده في جلده دلوقتي ثلاث الوان، عنده بلط وعنده جندس وكمان الايرون اللي بيترسب بيدي لون هو كمان، فالهيموسيدروز اللي هو الايرون مع البلط مع الجندس بيديك ميكس مع بعضه اللي هو مين؟ برونز كلر. يبقى البرونز كلر ده ميكس من ثلاث الوان، ميكس من ثلاث الوان، بلط مع جندس مع هيمو ايه؟ سيدروز. حلو الكلام؟ طيب بعد كده دايابيتس. ايه بقى دايابيتس دي؟ الدايابيتس انت متوقع انه هيحصل ليه؟ انت متوقع انه هيحصل علشان الايرون هيترسب في البنكرياس يبقى عامل لك دايابيتس. طب ما نوسع بقى اللفظ ونخليه هيموسيدروز على بعضه، هيمو ايه؟ سيدروز. احنا اتفقنا ان اخطر حاجه في الثلاسيميا مش الجندس، الجندس ايه؟ قلنا اخطر حاجه في الثلاسيميا ان الايرون بيترسب في التشو، ولما بيترسب في التشو بيديك الايه؟ شايف مشاكل. يعني قلنا اول حاجه هيترسب في الجلد ويديك برونز كلر، هيترسب في الليفر ويعمل لك في الاول هيماتوميجالي وفي الاخر في الروز، هيترسب في السبرين ويعمل وده كان الحلقه اللي فاتت يعمل سبرينوميجالي، هيترسب في البنكرياس ويعمل دايابيتس، هيترسب في القلب ويعمل كارديو مايوباثي هارت فيلير. يبقى اذا الايرون هيترسب في اي تيشو هيضربه. معايا يا دكاتره؟ يبقى الهيموسيدروز اجمل الايرون في اي تيشو هيروح مديك دامج في السبلين، زوميجالي، في الليفر، في الروزز، في الهارت، كارديو، مايوباثي، وارتيفيليا، بنكرياس، دايابيتس، في السكن، برونزز، كارديو. يبقى ده منظر مين؟ ده منظر الهيمو سيدروز. معايا دكاتره؟ جميل قوي. طب اخر حاجه بقول لك ان المصيبه في سنه، نجيب سنه الاول. ايه هو الايج اوف بريزنتيشن؟ تجيب الكيو. قلنا بعد شهور من 6 ل 12 يبقى الواد ده مش هتبدا عنده الاعراض تبان الا بعد 6 شهور. لانه طبيعي انه في اول 6 شهور عنده الهيموجلوبين ايه؟ ارتدادي الطبيعي. ولكن بعد 6 شهور المفروض الاف بي ال والايه؟ يعلى. لو الكلام ده ما حصلش هيبدا الاعراض ايه؟ تبان. ده 30 ايه؟ ماشي. معايا يا دكاتره؟ ايه بقى المصيبه؟ قلنا الحصه اللي فاتت ان كل نوع من هيموريديك انيميا في حاجه اسمها ايه؟ كرايزس. في حاجه اسمها كرايزس، مصيبه. ايه بقى الكرايزس دي؟ كرايزس خد بالك معايا ده عيان هيموريديك انيميا، وانا عارف وعندي في المستشفى وبتابعه. عيان كرونيك هيموريديك ايه؟ انيميا. ساعات في حين اخر بيحصل له اكيوت اكزاتيفيشن اوف ذا بيكتشر، يعني ايه؟ حالته تبقى ديجوريتد مره واحده. ده سميها كرايزس. يبقى لو العيان حالته باظت مره واحده يبقى اسمها ايه؟ كرايزس. والكرايزس اسبابها كذا سبب، يعني في كذا نوع من الكرايزس. حلو الكلام؟ كل نوع من الهيموريديك انيميا في انواع من الكرايزس. معايا؟ طيب الكرايزس اساسا مش مكتوبه فيها دور طنبري، دور طنبري اصلا مش كده خالص. بس هي السنه اللي فاتت قالت المحاضره وفي الرياضيات بتتقال كرايزس. مهمه جدا انك تكتب حاجه اسمها ايه؟ كرايزس. انا عامل لك جنبها عناوين، حط بس عناوينها 1 2 3 4 عشان بس تعرف تعرف انك عرفتها. حاجه اسمها كرايزس. حلو الكلام؟ الكرايزس في حاله الثلاسيميا اربع انواع، اربع انواع. انا عايزك في الامتحان تعرف له عناوين. هقول لك يعني ايه؟ بس عاوز اظن بس تعرف في الامتحان 1 2 3 4. عندي فيه اثنين هيموليتك، في واحده اسمها هيموليتك كرايزس وواحده اسمها هايبر هيموريتك كرايزس. يبقى عندي فيه هيموريتك كرايزس وواحده اسمها هايبر هيموريتك كرايزس، ونعرف يعني ايه. وفي عندي اثنين بلاستيك، واحده اسمها ابلاستيك كرايزس وواحده اسمها بيجالو بلاستيك كرايزس. حلو الكلام؟ ناخدهم واحده واحده بقى، انا بقول لك اعرفهم لنفسك كده بس في الامتحان 1 2 3 4. اذا عاوزك انك تفهمها وتحصل لها صمت البيجالو بلاستيك ونعرف ايه. خد بالك معايا، ناخد حاجه حاجه. أول حاجة هيموليتيك كرايزس. يعني إيه هيموليتيك كرايزس؟ العيان ده كان عنده هيموليز أساسا، أنا عارف إن هو هيموليتيك أنيميا وعندي في المستشفى. وكان عنده ديجري معينة من الهيموليز. كان عنده درجة معينة من الهيموليز. وكان عنده على حسب الدرجة دي جندس معينة وهيباتوزونوميجالي.
الكلام كله كان قدامك، وبعدين مره واحده لقيت ان العيان ده الجندس عنده بدات تزيد، وبدا اليوم عنده يبقى دارك، والليفر والسبلين يكبروا قوي. دي اسميها هيموريتيك كرايز. معناها ايه؟ معناها ان تكثير الار بي سيز زاد مره واحده، زاد مره واحده. دي اللي بنسميها اكيوت هيموليز، اللي بنسميها اكيوت ايه؟ هيموليز. يعني لفظ هيموريتيك كرايز يساوي لفظ اكيوت هيموليز. هو كان كرونيك هيموليز دخل في اكيوت ايه؟ اون توب اوف كرونيك، دخل في اكيوت اون توب اوف كرونيك. السؤال بقى هو ايه السبب؟ معظم الحالات بتكون سبونتينيوس، محدش شبكه ولا حد قرب له، هو مره واحده دخل في اكيوت ايه؟ هيموليز. يبقى معظم الحالات بتكون ايه؟ سبونتينيوس. وفي بعض الحالات بتخش في اكيوت هيموليز فولوينج سيفير انفكشن، يبقى كرونيك. ولو حصل له سيفير انفكشن، الانفكشن من الاسباب اللي بتعمل هي كمان ساعات هيموليز، وبالتالي يحصل له ايه؟ اكيوت هيموليز. قالوا الكلام؟ يبقى هيموليز كرايزس معناها ان الهيموليز زاد مره واحده. السبب في معظم الحالات النور سبونتينيوس. معايا؟ طيب ايه بقى النوع الثاني؟ النوع الثاني اسمه هايبر هيموليتيك. هايبر هيموليتيك اكيد اكتر من هيموليتيك. هايبر هيموليتيك ببساطه ان العيان ده بقى عنده نوعين من هيموليتيك انيميا. عنده نوعين من هيموليتيك انيميا ازاي؟ هو اساسا عيان ثلاسيميا، هو عيان ايه؟ ثلاسيميا وعايش ثلاسيميا. النهارده هنقول نوع اسمه جلوكوز 6 فوسفيت ديفيشنسي، اللي هو انيميا الفول، اللي قلنا هو الوحيد الاكيوت. قلنا هو الوحيد اللي ايه؟ اللي اكيوت. حلو الكلام؟ طيب لما نشرح هنعرف ان عيان انيميا الفول بيبقى زي الفل، ما عندوش اي مشاكل، ولكن اول ما يتعرض لاي ماده اوكسدن يبقى حاطط ايه؟ هيموليز. حلو الكلام؟ يبقى اذا انا بقول لك لو في عيان عنده ثلاسيميا مع انيميا الفول، عنده نوعين مع بعض، هيبقى عايش طول عمره باعراض كرونيك اللي هي بتاعت مين؟ الثلاسيميا. حلو الكلام؟ بس لو تعرض لماده اوكسدن هيبدا كمان الجلوكوز فوسفات يشتغل والتكثيف يزيد. بقى دلوقتي عندي تكثيف لسببين، تكثيف بسبب الثلاسيميا وتكثيف بسبب الجلوكوز 6 فوسفات. انا هسميها هايبر هيموليتيك ايه؟ كرايز. يبقى هايبر هيموليتيك يعني عيان عنده نوعين من هيموليتيك انيميا، بتبقى غالبا ثلاسيميا مع مين؟ مع جلوكوز 6 فوسفات ديفيشن. معايا يا دكاتره؟ فاهمين دي؟ اقولها تاني؟ فاهمين دي؟ ده اسمها هايبر هيموليتيك، وعايز اتعرف على عنوان بس كده. طب النوع الثاني اسمه ابلاستيك. ابلاستيك من اسمها يعني هو عيان هيموليتيك انيميا وحصل له كمان ابلاستيك انيميا مع بعض. يعني عيان عايش بثلاسيميا وبعدين حصل له اتاك بفيروس. حلو الكلام؟ يبقى اشهرهم حاجه اسمها البارفو فيروس. البارفو فيروس ده بيعمل بون مارو ديبريشن. بيعمل ايه؟ بياتاك البون مارو وبيعمل بون مارو ديبريشن. فهتلاقي ان العيان ده اعراض الانيميا عنده مره واحده بقت اكزاجريتد. البارفو بقى ماركت، الموضوع بدا يبوظ عنده. ايه السبب؟ ان بقى عنده برضه نوعين من الانيميا، هيموليتيك مع ابلاستيك. اروح اسميها ابلاستيك ايه؟ كرايزس. قالوا الكلام؟ اخر واحده بقى عايزه تعرفها اللي هي الميجالو بلاستيك كرايزس. برضه اسمها باين ان العيان هيبقى عنده هيموليتيك وبعدين يحصل له ميجالو بلاستيك انيميا. ازاي بقى؟ ركز معايا. بصوا يا كابتن، احنا عارفين ان انا عندي في الجسم حاجه اسمها فيتامين بي 12 وحاجه اسمها فوليك اسيد. قالوا الكلام؟ الاثنين دول بيخشوا اساس التكوين الار بي سيز، ولو حصل نقص فيهم بيدينا حاجه اسمها ميجالو بلاستيك انيميا. قالوا الكلام؟ الفوليك اسيد كميته في الدم محدوده. الفوليك اسيد كميته في الجسم ايه؟ محدوده، كميه بسيطه. بس الكميه دي بتكون كفايه على تصنيع الار بي سيز لو كان البول مارو بيطلع بالمعدل العادي. يعني ايه؟ فينا كلنا في اي واحد فينا طبيعي، البول مارو بيطلع ار بي سيز بمعدل هادي، وبالتالي بيستهلك الفوليك اسيد بمعدل بسيط. عشان كده الفوليك اسيد اللي عندنا بيكسر. حلو الكلام؟ امال بقى لما يحصل هيموليزيس؟ هيموليزيس يعني الار بي سيز بتتكسر بسرعه جدا. هيبدا البول مارو هو كمان يطلع ار بي سيز بمعدل سريع جدا. طبعا لما هيطلع الار بي سيز بمعدل سريع هيخلص كل الفوليك اسيد ما عادش في الجسم. فوليك اسيد هيجي بعد كده يطلع ما يلاقيش فوليك اسيد، يبقى حاصل له ميجا بلاستيك انيميا. يبقى انت متوقع ان في اي حاله هيموليتيك انيميا احتمال كبير يحصل ميجالو بلاستيك كمان انيميا. علشان كده هنعرف في التريتمنت ان هستنبط روتين في اي نوع من انواع الهيموليتيك انيميا. في اي نوع من انواع الهيموليتيك انيميا لازم ادي مع العلاج فوليك اسيد من بره. لازم ادي مع العلاج ايه؟ فوليك اسيد يوميا 5 مللي جرام يوميا كده ماشي عليه. عشان امنع ايه؟ الميجالو بلاستيك ايه؟ كرايز. فاهمين الكلام ده؟ معايا دكاتره؟ اقول تاني؟ اقول تاني؟ جميل قوي. ده اللي هو الايه؟ انواع الكرايز. يبقى بسرعه قلنا ايه الكلينيكال بيكتشر؟ الكلينيكال بيكتشر قلنا ايه؟ اثنين الوان بلوك وجوندس. اثنين يوين والسول. اليوين بيبقى دارك او نورمال، السول بيبقى دارك.
بعد كده في اثنين ليفر وسبلين، الباس وسبلينه رجل والاسباب 4 اتش اللي فات. بعد كده في اثنين جسمه ووشه، جسمه عنده سبوت بطريقه ووشه منجوليد فيتشر. ايه سبب المنجوليد فيتشر؟ البون مره هايبربليزيا، البون مره هايبربليزيا بيطق على البون ويطلعه بره. بعد كده عندي في اثنين بالاسم برونزد وديابيت. برونزد نفس من كام لون؟ ثلاث الوان، بالوس مع جندس مع هيمو سيدروز. وديابيتي اللي هي من الاخر موضوع هيمو سيدروز. ايوه يترسب في الليفر يديك سيدروز، في الاسبين يديك سينوميجالي، في الليفر يديك سيدروز، بعد كده في القلب يديك كارديو مايوباثي، بعد كده في الاسبين يديك برونز الكرز في هيمو ايه؟ سيدروز. اخيرا قلنا مصيبه في سنه، سنه اللي هو 16 مرض. المصيبة اللي هي كرايسيس كام نوع؟ انواع في اثنين هيموليتك وفي اثنين لابس هايبر هيموليتك وهيموليتك وابلاستيك وميجالو بلس. على فكرة وبقى معايا اي نوع من الهيموليتك انيميا ثلاثيميا او غيره بتلاقي فيه نوعين من الكرايسيس ثابتين. يعني لما تعجل ومش فاكر ولا كان في اي نوع من الكرايسيس الزق الاثنين دول الهايبر هيموليتك والابلاستيك. الهايبر هيموليتك والابلاستيك دول تقريبا ثابتين في اي نوع من انواع الهيموليتك انيميا. معايا دكاتره والمجال الوسطي برضه بتحصل، بس خد بالك معايا في نوعيه من السكه الزئريه هنعرف دلوقتي ان المجال الوسطي فيه نادره شويه، هي بتحصل بس نادره. دول بيحصلوا فيهم هايبر ريموتيك وايه وابلاس، ثبتهم في اي واحده معايا. يبقى خد بالك معايا، يبقى انا كده قلنا ايه في نوعين شبه ثابتين اللي هم هايبر ريموتيك وايه وابلاس. جميل قوي، خد بالك معايا. هنخش على الكومبليكيشن. الكومبليكيشن اوف ثلاسيميا هي مش كومبليكيشن ولا نيرة، هو واخد من الجلد تمبريتشر وعامل كومبليكيشن. يعني هو خد من دقنه وعمل ايه كومبليكيشن من الاخر. يبقى الكومبليكيشن بتاعتها هي من الجلد تمبريتشر. هتلاقي عندك شويه حاجات بالاتش كده، شويه حاجات بالاتش، وهتلاقي عندك شويه حاجات بالتي، وحاجات بقى لا هي تي ولا هي اتش. يعني ايه الاتش اللي عندنا؟ نعرف فيه اولا ممكن يحصل هارت فيلير لسه قايليك، وعلى فكره ام سي كيو هارت فيلير از ذا موست كومن كوز اوف ديث ان ثلاسيميا على عكس المتوقع. يعني اشهر سبب بيموت في الثلاسيميا هارت فيلير. معايا؟ يبقى هارت فيلير ام سي كيو انت فعلا الاطفال بيزنقك بيقول لك ذا موست كومن كوز اوف كذا، وعاوز الموست كومن هارت فيلير. معايا؟ يبقى في كذا اتش بيحصل، قلنا بيحصل هارت فيلير، بيحصل هيموس دروزن بمشاكلها، بيحصل هايبر اسبلنيزم في حاجه فاز ب 4 اتش، بيحصل له هايبر ايه؟ اسبلنيزم. طب في حاجات بالتي قلنا ساعات بيحصل له سيروز. ثانيا العيان ده الايرن ضارب جسمه كله وضارب الليفر والاسبلين والحاجات دي. احنا عارفين الليفر والاسبرين جزء من ريتيكلو اندوثيليال سيستم، يعني له دور اساسي في المناعه. يعني من الاخر الباشمهندس مناعته مضروبه بالجزمه، عشان كده بتلاقي عنده ريكرنت انفكشن، بالذات الشيست انفكشن بيجي لنا دايما في مستشفى نمونيا بروكو نمونيا. معايا دكاتره يحصل ريكرنت ايه؟ شيست انفكشن. طب ايه كمان بيحصل له؟ خد بالك معايا كومبليكيشن اوف ثيرابي. هنعرف دلوقتي ان العلاج انا ممكن اعمله بلاد ترانسفيوجن، واحنا عارفين نقل الدم ليه مشاكل، يبقى ممكن يحصل له كومبليكيشن اوف بلاد ترانسفيوجن. هنعرف برضه في العلاج ان ساعات بشيل له الاسبرين، وقلنا الحصه قبل اللي فاتت ان الاسبرين لما بيتشال بيحصل مكانه ايه؟ لا غير الثرومبوسايتيميا صح، بيحصل انفكشن. قلنا انفكشن انا بخاف لما اشيل الاسبرين من ايه؟ فاكرين يوم كويس الاوبي دي؟ فاكرين الكلام ده؟ يبقى اذا بيحصل له ايه؟ انفكشن. يبقى لما اشيل الاسبرين احتمال يحصل كومبليكيشن، لما يكون متوقع. معايا دكاتره؟ جميل قوي. يبقى الحاجات اللي بتدي قلنا سيروزز، قلنا شيست انفكشن، كومبليكيشن اوف ثيرابي اللي هو بلاد ترانسفيوجن او سبلنكتوم. حلو الكلام؟ وفي حاجات بقى لا هيستي ولا هيتش لسه قايلين، يحصل له جروث ريتارديشن، يحصل له ديليد بيوبرتي. طبعا ده كله سببه ان الاندوكراين جلاند اتضرب. معايا دكاتره؟ ده كله كلام بنشوف مين؟ بنشوف عيان الثلاثين. نخش على الانفستيجيشن. احنا متفقين الحصه اللي فاتت ان عندي في جنرال ايه؟ في جنرال انفستيجيشن. احنا قلنا اي موضوع في البلد عامه اعمل فيه ايه؟ 3 بي. يبقى هعمل ايه؟ بلاد سيجنتشر، وهعمل بون مارو، وهعمل بايوكيميكال. قالك ترد عليا بلاد سيجنتشر اول حاجه في الثلاسيميا هيبقى نوع الانيميا مايكروسيتيك هايبوكوميك انيميا. مايكروسيتيك هايبوكوميك انيميا هذا جت الله يكتبكم لاخر مره. انا بقول لك مش هيحصل مره ثانيه، محدش يجي لي على الثاني كده ولا مش هيحصل ولا عايز حاجه تيجي قال. يبقى قلنا ايه؟ اللي عنده ايه؟ مايكروسيتيك هايبوكوميك انيميا. قلنا النوع الوحيد من الهيموليتيك انيميا اللي بيكون مايكروسيتيك هايبوكوميك هو الثلاثيميا. قلنا كل الانواع الثانيه نورمال نورمال، ده الوحيد اللي ايه؟ اللي مايكروسيتيك هايبوكوميك. قالوا الكلام؟ جميل قوي. طيب خد بالك معايا، المفروض انتوا عارفين نورمال
شكل الار بي سي في الطبيعه عامل ازاي؟ الطبيعي باي كونكيف كده اهو صح. ده النورمال شيب اوف ار بي سي انها باي كونكيف ديسك ونورمالي نورمالي. كل الار بي سي اللي في الدم بتبقى نفس الشكل ونفس الحجم لان هو طباخ واحد. البون مارو اللي بيعملهم بيعمل بنفس المقادير بيعمل نفس الشغل بيطلع لك ار بي سي بحجم واحد وشكل واحد. طب شرط ان يكون البون مارو شغال على مهله شغال بروقان. انما انت متوقع ان في اي حاله البون مارو هيطلع فيها بسرعه انت متوقع ان هيبقى بيض. فهتلاقيه انت طلعت السيركوليشن ار بي سي باشكال مختلفه واحجام مختلفه لانهم طلعها بسرعه جدا مش متظبطه صح. حلو الكلام. يبقى احنا احتمال نلاقي في الدم ان الار بي سي اشكالها مختلفه دي نسميها بويكايلوسايتوزس بويكايلوسايتوزس. واحتمال تلاقي احجامها مختلفه دي نسميها انايزوسايتوزس انايزوسايتوزس. معايا يا دكاتره؟ يبقى اذا احتمال الاقي انايزوسايتوزس واحتمال الاقي بويكايلوسايتوزس. طب كمان حاجه المفروض نورمالي ان الار بي سي لما اجيب اي ار بي سي كده اهو المفروض بتلاقي جواها تركيز الهيموجلوبين ثابت. الهيموجلوبين متوزع على الار بي سيز بنسب متساويه. بمعنى ايه؟ انك بتلاقي الهيموجلوبين جوه الار بي سيز هوموجينس كده هوموجينس. فالمفروض انك بتلاقي حاجه اسمها كلر انجل او لون يعني الار بي سيز لون شبه بعضه كله الحمار واحد في كله. حلو الكلام. المفروض انك بتلاقي الحمار هو درجه واحده في كل الايه؟ في كل الار بي سيز. حلو الكلام. ده لما يكون برده الار بي سيز متصنعه كويس متوزع فيها الهيموجلوبين الصح يروح يديك المنظر ده. انما ساعات مش دايما في بعض حالات الثلاسيميا ساعات في بعض حالات الثلاسيميا تيجي تبص على الار بي سي تلاقي فعلا الهيموجلوبين مش متوزع مجرى. متوزع ازاي؟ بتلاقي حتت فيها هيموجلوبين كتير وحتت فيها هيموجلوبين قليل. حتت فيها كتير وحتت فيها قليل. حتت فيها كتير وحتت فيها قليل. يعني من الاخر بتلاقي ان الهيموجلوبين بدل ما يتوزع مجرى بيتوزع كونسنتر. بيتوزع ايه؟ كونسنتر. فنيجي نبص على منظر الار بي سي تلاقي شبه اللوحه اللي بيطبقوا عليها التارجت. فنسميها تارجت سيل. نسميها ايه؟ تارجت سيل. وفي سؤال كلينيكال مشهور جدا 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 يقول لك فاليو فاليو اوف بلاد سيل فاليو اوف بلاد سيل ان دايجنوزس اوف هيموليتيك انيميا. سيبوا دلوقتي واخر يوميتك نقول نجمعها على بعض. يقول لك فاليو اوف بلاد سيل ان دايجنوزس اوف هيموليتيك انيميا. لما تسمع رد بلاد سيل قصده ار بي سي مورفولوجي. بلاد سيل دي معناها نشاط مورفولوجي. معايا؟ عاوزين نعرف اهميه انك تفحص المورفولوجي اوف ار بي سي في تشخيص الهيموليتيك ايه؟ انيميا. احنا عرفنا اول حاجه لو لقيت تارجت سيل شك في مين؟ في ثلاثيميا. وان كانت مش كاركترستك يعني ايه التارجت سيل تخطف قدر ديزيز؟ تارجت سيل تخطف قدر ايه؟ ديزيز. بس قصدي لو لقيتها اقول لك شك في ثلاثيميا مش اكيد. شك في مين؟ في ثلاثيميا. معايا يا دكاتره؟ طيب يبقى احنا كده قلنا ايه؟ قلنا البراد ايه؟ براد سيل. البراد بيكتشر. طيب بعد البراد بيكتشر هعمل بول مارو. قلنا اي نوع من الانيميا لما اعمل فيه بول مارو هلاقي فيه ايه؟ هلاقي فيه ايبيكتوريال هايبربليجيا ما عدا الابلاستيك انيميا. قلنا الحته اللي فاتت اي نوع من الانيميا هلاقي فيه ايبيكتوريال هايبربليجيا. يعني هتلاقي البول مارو بيحصل فيها هايبربليجيا. انهي خليه بالذات؟ امهات الار بي سي بتعمل هايبربليجيا عشان تعوض التكتيك عشان تطلع بزياده يبقى اسمها ايبيكتوريال ايه؟ هايبربليجيا. ومتوقع ان الايرون في البول مارو يبقى عامل ازاي؟ بالهبل الهبل. ما احنا قلنا الايرون بيتكون في الدم يقعد يتخزن في البول مارو لحد ما يملاه وما عادش مكان يشيل ايرون يبدا يتنفس في التشن. شو اللي كان حصل فات؟ يبقى انت هتلاقي عند البول مارو مليان ايرون. مليان ايه؟ ايرون. جميل قوي. طب بعد كده خد بالك معايا بعد البول مارو هنعمل بايوكيميكال. انت متوقع السيرم ايرون يبقى عادي والسيرم فيجيتين عادي والبيروبين عادي. انهي نوع البيروبين؟ اللايك انكونجوجيت. ما انا بتوقع انكونجوجيت يبقى زايد. حلو الكلام. ده اللي هو الايه؟ البايوكيميكال اللي هنشوفه. طيب ايه بقى الجديد؟ ايه الزياده؟ مش جديد. ما الحته اللي فاتت فاكر اشعه؟ الراديولوجي قلنا في اشعه على اللونج بون واشعه على الزق الزقها زي ما هي ثلاثيه. قلنا في اللونج بون هيبقى فيه وايت مضله ونار جوكسيك. قلنا البون مره بيزق على البون فاكر المنظر ده؟ يبقى عامل كده اهو. هتلاقي الكوبتكس مرفيع خالص ومضله واضحه خالص. البول مارو دق عليها راح مضيق الكوبتكس وموسع المضله. وما دام الكوبتكس اللي هي العظم الحاجه الناشفه دي العظم ده نفسه بقى رفيع يبقى احتمال كبير يحصل باثولوجيك فراكشر. وقلنا حاجه اسمها ايه؟ مضايق كبيره. فين الكلام ده؟ بقول لكم ايه؟ ده اشرحه حتى مش عارف تاني. انا مش بقى اشرح عشان عايز يحصل معايا تاني. خلاص ده اتشرح تاني.
يبقى قلنا ايه العنده يبقى عنده قلنا موزايك ابديرم لكن لونج بون قلنا في الاسكات هيبقى عنده بلوك في البيت واسع وهيكون اند ابديرنس وقلنا كل حاجه ليه فيهم شرحنا كل حاجه فيها ليه حلو الكلام طيب كده قلنا ايه الانفستيجيشن لقيت بس حاجه واحده بقى ده القديم ده الكلام القديم يعني قلنا اربع حاجات دول ينفع يتحطوا في اي حاجه في الهيموليتيك انيميا فقلت بقى حاجه اسمها الدايجنوستيك سيستم هقول لك الكلام ده الفتره اللي فاتت الصمت الهيموليتيك يعني 3 بي والاشعه ينفع احطهم مع اي هيموليتيك وان كان الاشعه قلنا يفضل ما تكتبش الا مع الثلاثيميا عشان تروح او الثلاثيميا معايا الحاجات دي قلنا الصمت انا عايز اعرف بقى ايه الانفستيجيشن اللي يفاجئ لي الثلاثيميا من اي هيموليتيك ثاني ايه الانفستيجيشن اللي هيميز الثلاثيميا من اي هيموليتيك ثاني ام سي كيو الدايجنوستيك انفستيجيشن هو حاجه اسمها هيموجلوبين الكتروفوريزس هيموجلوبين الكترو ايه فوريزس انت مش عمال تقول لي ان هنا الديفكت موجود في الهيموجلوبين طب انا هفحص الهيموجلوبين واشوف هل فعلا عنده مشكله في الهيموجلوبين ولا مفيش فلو فحصت الهيموجلوبين ولقيت ان الهيموجلوبين اف زايد قوي يبقى اسمها ايه؟ هي ميجر طب لو لقيت ان الهيموجلوبين A2 هو اللي زايد معايا يا دكاتره يبقى اذا ده الايه؟ ده الدايجنوستيك انفستيجيشن اخر حاجه نبص على التريتمنت وفرق معايا على طريق ايه؟ مش عارف انا عمري ما اعتقد اصلا مش عارف يلا يا جدع معايا يبقى احنا ده هي موجوده هي عايزين بقى نعمل ايه؟ اللي جه في الهيموليتيك قبل كده مفيش ولا موضوع في الامتحان غير الثلاثيني الموضوع الوحيد اللي يوم ما تحصل كده لحد النهارده جه في الامتحانات هو الثلاثيني فهو كده جه موضوع ايه؟ حلو الكلام لو حد يستاهل ويجيب موضوع ثاني هيجيب حاجه اسمها سيجل في الانمي حلو الكلام ما جاش قبل كده ممكن تجيب فيها كلام يعني ايه؟ انا دلوقتي معايا عامة انا هديك كلمه علاج للاثنين يعني العناوين دي تلزقها هنا وتلزقها هنا نفس العلاج بالظبط حلو الكلام ايه بقى العلاج؟ اولا واد عنده يموت انت متوقع ان اول حاجه هعمل له نقل دم نقل دم اول حاجه يبقى اول نقطه كله جاب ايه؟ ترانسفيوجن ادي نمره واحد طب نمره اثنين احنا قلنا احنا اكثر حاجه خايفين منها يمين الايرون يبقى انا عايز انقص الايرون اللي في الدم ده انا عايز امنع الايرون ان هو يدخل في السيشن ده اللي هيضايق الدنيا يبقى هعمل ايه بقى؟ هحاول ركز معايا هحاول انقص الايرون عن طريق ايه بقى؟ اولا عن طريق الدايت امنع الاهل ان هم ياكلوا الولد اي حاجه فيها ايرن هعمل ايه؟ ايرن ما بيتبلوش في الدايت وثانيا هديله حاجه اسمها ايرن كليزون ايرن ايه؟ كليزون هشرحهم دلوقتي بعد كده قلنا روتين لازم ياخد كل يوم فوليك اسيد 5 مللي جرام في اليوم رابعا ساعات بضطر اعمل له سبلنكتومي ونعرف امتى ساعات بضطر اعمل له سبلنكتومي معايا ده كده؟ طب خامسا في عندي بقى ريسنت تريتمنت الحاجات بقى الجديده اللي هي ايه؟ حاجه اسمها الجين ثيرابي دي لسه اندر ترايل جين ثيرابي وفي البون مارو ترانسبلانتيشن البون مارو ايه؟ ترانسبلانتيشن واخيرا اوعى تنسى في اي مرض تحط زي ما قلنا كده طب المطبخ سبورتنج السبورت تريتمنت يا اخي ده واحد محمود عندك في المستشفى انت بتضايقه يعني اكل وشرب وانتيبيوتيك كلام سبورت كله معايا ده كده يبقى اذا ايه؟ انا عندي لاينز اوف تريتمنت سواء هنا او هنا. جالك ثلاثيميا، جالك سيكل سيل بتروح قايل على ترانسفيوجن بتروح قايل انقص الايرن اولا في الدايت وثاني حاجه ايرن كيتيليتون وبعد كده اعمل فوليك اسيد واعمل سبلنكتومي في حاجات ريتم جين ثيرابي وجول مارو ترانسبلانتيشن واخيرا سبورت فيجر. ناخد حاجه حاجه نطبق على الثلاثيميا. اول حاجه بلاد ترانسفيوجن ركز معايا اوسع. البلاد ترانسفيوجن ده فرق معايا العيان هيسال له دم حلو الكلام امتى بقى يعني امتى تقول اللي عندك سال دم اي حاجه هيموليتيك انيميا لو كان فيها سيجنيفيكانت هيموليزس هضطر اديله ايه اديله دم يعني الهيموجلوبين عندي اقل عن 6 بقى اقل من 6 او بدا يخش حاجه اسمها انيميك هارت فيلير فدي حته طيب ما شاء الله قلنا الحته اللي فاتت لو واحد عنده سيفير انيميا دي من حالات الهايبر دايناميك سيركوليشن ممكن يخش حاجه اسمها انيميك هارت فيلير وشرح عليها صح يبقى اذا لو واحد عنده في تي في تي في تي في ده هتعمل ايه؟ هتعمل دم وقالك معايا بقى
السؤال هو العيان ده محتاج دم كامل ولا محتاج انتيتيز؟ يعني انت تفضل ياخد هول بلاد ولا ياخد انتيتيز؟ خد بالك ان العيان ده اتريسك اوكي هارت فيلير، العيان ده اتريسك هارت فيلير، يبقى لازم ما تدلوش دم كامل علشان الدم الكامل ده يبقى فوليوم كلور. قالوا كده يبقى اذا لو انت متاح عندك ار بي سي اديله ار بي سي بس، لو مش متاح يبقى غصب عنك هتدي دم كامل. دول نحله دم محفوظه في الاطفال ثابته برضه، دول ثابته في الاطفال. لو هنقل دم كامل يبقى الدوز 20 مللي على كيلو جرام في النقله الواحده في كل نقله، الدوز في النقله في كل جرام فيوجن 20 مللي على ايه؟ على كيلو جرام. لو هتدي ار بي سي بس يبقى 10 مللي على كيلو جرام. قالوا الكلام. طيب السؤال بقى هو انا هديله كام نقله؟ او هقعد انقله دم لحد امتى؟ هاخد كيس يعني ولا كيسين ولا 10 كيسات ولا مصنع دم وهاخد قد ايه؟ السؤال انا هقعد اديله دم لحد قد ايه؟ خد بالك معايا انا عندي ثلاث بدائل، عندي ثلاث بدائل، ركز معايا. كلمه جامده، كلمه جامده، تقول لك انا هنقل له دم قليل يعني يا دوبك كميه تخلي عنده الهيموجلوبين يعدي 6. خد بالك معايا انا هديله كميه دم بسيطه يا دوبك يخلي الهيموجلوبين يعدي 6. طب اشمعنى 6؟ عشان هي دي كريتيكال ليفل، اقل من 6 احتمال كبير يخش في قائمه هارت فيلير. يبقى انا يا دوبك هعدي المرحله الحرجه، هعدي كام؟ 6 جرام. قالوا الكلام. واحد تاني يقول لك لا دي كمان شويه زياده، يعني ندي دم بزياده شويه لحد ما الهيموجلوبين يعدي 10. واحد ثالث يقول لك لا ادي اكتر واكتر، انا هدي هيموجلوبين لحد دم لحد ما الهيموجلوبين يعدي 12، يعني مقرب من النورمال، النورمال 15، مقرب من ايه؟ من النورمال. الاولاني خالص الاولاني اللي كان بيدي كميه بسيطه يدوبك يعدي 6 بنسميها سيمبل ترانزيشن. بنسميها سيمبل ايه؟ ترانزيشن. يبقى لو نقل دم كميه بسيطه يدوبك يعدي 6 اسمها سيمبل ايه؟ ترانزيشن. لو هتخليه يعدي 10 اسمها هايبر ترانزيشن. لو هيعدي 12 بنسميها سوبر ترانزيشن. السؤال بقى انا شوف صح اعمل سيمبل ولا هايبر ولا سوبر ولا ايه؟ اكيد ده صح، بس كده بدايه يبقى اكيد ده صح. السكه حتى للحاله اصل عندك فيه ميزان بين حاجتين، انت بتوزن في الحاجتين. العيان ده عنده انيميا وانا خايف من انيميك هارت فيلير، بس في نفس الوقت العيان ده عنده ريسك اوف هارت فيلير وانا خايف اديله دم زياده يخش في فوليا وبريود ويحصل له برضه هارت فيلير. حلو الكلام؟ اروح انا بعمل ايه بقى؟ لازم بعمل له اسسمنت كويسه جدا للكارديال فانكشن. ادماء الدم بعمل له اسسمنت الايه؟ للكارديال فانكشن. لو انت شايف ان قلبه كويس وحالته كويسه اديله هايبر او سوبر، ظبط له انيميا. لو كان عنده قلب كويس وما كانش خايف عليه اديله هايبر او ايه؟ او سوبر. لو انت شايف ان قلبه بوردر لاين، انت خايف انه يخش منك في ايه؟ في فيلير، يبقى معلش اديله كميه بسيطه، يعني سمبل يا دوبك يعدي 6، ابقى انا حميته من الهارت فيلير الانيميا. واستنى عليه شويه لحد ما يتحسن بتغيير وابدا ان انا اقلل ايه؟ اقلل الدم. يبقى خد بالك معايا، انا هقلل كميه بسيطه او كميه زياده حسب حاله القلب عندي. لو القلب يستحمل ياخد هايبر او سوبر، لو القلب ما يستحملش انت خايف عليه فانا هعمل سيمبل ايه؟ سيمبل ترانزيشن. يعني بس اعدي نقطه حرجه اللي هي الست جرام دي معايا ده فكره جميل قوي كده. قلنا جرام ايه؟ ترانزيشن. طب ثاني حاجه هنخش على الاير، لازم اعمل اير من ريستريكشن من دايت. طب ثانيا بقى اهم نقطه في العلاج اللي هي الاير من ايه؟ كريتور. اير من كريتور بيتحط بالشرعي سيمبل كريتور معناها شوية مواد بتبايند الميتالز وتزود الاكسكيشن بتاعها في اليورين. حلو الكلام؟ يعني من الاخر انا هدي مواد تكنس الايرون، تعمل لها ايه؟ تعمل لها كليشن. حلو الكلام؟ ركز معايا كده. اول حاجه عندي ركزوا معايا، الديستروبزامين بقاله ظهور بيستخدم ولا زال بيستخدم. ديستروبزامين، ديستروبزامين اللي هو اسمه في الصدارة الفرازة، امواج الفرازة. حلو الكلام؟ الديستروبزامين ده بيتاخد ازاي؟ احنا هو بيتاخد بكل طرق كمان، يعني الديستروبزامين ينفع يتاخد بكل الطرق، ولكن يفضل ان بديه طبقه تانية، يفضل ان تاخد ايه؟ طبقه تانية، احسن رد ليه طبقه تانية ومعاها اقل كومبليكيشن. حلو الكلام؟ يبقى اذا احنا بندي ديستروبزامين طبقه تانية، دلوقتي بنديها طبقه تانية بامب، طبقه تانية بامب زي الانسولين بامب كده معايا، يعني كارتريدج عبوه كده فيها ديستروبزامين عاملينها امبلانتيشن في الطبقه تانية التشو يا اما في اللور ابدومن او في الفور ارم. حلو الكلام؟ ويبدا يفرز الديستروبزامين بنسبه ثابته طول الايه؟ طول اليوم. الكارديو بيشتري لنا احجام ساعات بتكفي لحد 6 شهور. معايا دكاتره؟ يبقى اذا بزرع ايه؟ كارتريج اسمها ايه؟ اسمها ديستروبزامين طبقه ثانيه بايه؟ بامب. حلو الكلام؟ طيب بس برضه مش خلاص امريكا من الاول. هنمسحها وخلاص. معايا؟
يبقى اذا اهم حاجه انك تعرف ان البروجرامين بيستخدم الطاقه ديت انجكشن حتى الجلد معايا ده كده ركز معايا البروجرامين ده عايز اعرف ده رقم شبه مهم مش قوي يعني هشغلك بعمل الاجراء هكتبه كام طبق لا عايز اعرف مش كبير قوي بس اعرفها سهله يعني هشغلك بعمل الاجراء على كيلو جرام ركز معايا كنا ازاي بنمشي البروجرامين ركز معايا كده كان بيجي لنا عيان العيان ده كان بيجي كنا بنديله خمس ايام للبروجرامين مثلا من السبت لحد الاربعاء كل يوم بياخد الايه؟ الاستروجين وبنرجعه خميس وجمعه بنرجعه ايه؟ خميس وجمعه يعني بياخد خمس ايام ويوم بيبين بياخد كالسيوم معايا؟ عندكم مستشفى خمس ايام للاستروجين وعشان الاستروجين ليه سايد افكت اللي هو كمان بيكير الكالسيوم الاستروجين غير لو بيجي سؤال تعمل في الكالسيوم فاحنا بنمشي خمس ايام للاستروجين ومين نوقفه ويدي كالسيوم معايا؟ مش موضوع يبقى خمس ايام للاستروجين ونوقف ايه؟ يومين معايا يا دكاتره؟ جميل قوي كان مشكلته في الاستروجين ان ساعات كان بيعمل اتشنج وريتيشن في مكانه وساعات بيعمل بيجمنتيشن حاجات خايبات معايا دكاتره؟ طيب ده اللي بشوفه يا دكتور بارد انما خد بالك معايا انا عامل لك الكلام برضه قبل المحاضره اللي فاتت الكلام اللي بيعملوه في المستشفى عندنا بنعمله عندنا اللي بيتاخد دلوقتي عندنا في المستشفى مش الاستروجين بيتاخد بس هتشوف بيتاخد ازاي خد بالك معايا حاليا اللي بيتاخد هنا في المنصوره بيتاخد دواء اسمه ديبروبرون ال1 ديبروبرون ال1 الديبروبرون ال1 ده مش حقن ده اورال ايرون ميثيليتنج ايجنت يبقى اورال ايرون ميثيليتنج ايجنت اسمه ديبروبرون ال1 ده بيتاخد بقى ازاي؟ ده بيتاخد خمس ايام الاورال ده واليوم السادس ياخد له حقنه للستروبزامين واليوم السابع يغير يبقى حاليا في المستشفى ماشي ازاي؟ خمس ايام اورال مع يوم سبكتينيوس ويوم نبطل خالص طب كده معايا يبقى اذا خمس ايام اورال ويوم الدنيا واخر يوم بنبطل خد بالك هو الديبروبرون ما بقولكش ان هو احسن من الديبروبرامين بالعكس الديبروبرامين كفاءته اعلى الديبروبرامين كفاءته اعلى بس ميزه الديبروبرون هو اورال هافويد ان اخد دلوقتي انجكشن كل يوم قالوا الكلام ساعات الام بطل تجيبه بطل يكون مرايا ساعات بيقول انا خالص معايا دكاتره فده ميزه ان هو ايه اورال والى حد ما افكت كويس يعني معايا دكاتره بس دي مشاكل بسيطه برضه هو كمان مسك في الكالسيوم بيعمل كالسيوم ايه؟ كريشن ساعات بينقص الواي بريد كاوز بيعمل كوبينيا بس مش قوي حاجه بسيطه برضه معايا؟ يبقى اذا ايه في مشاكل بتاعته بس حاجات برضه حاجات كلها كل راجل مش حاجات خطيره يعني معايا دكاتره ده اللي هو الايه؟ الارن كريتنج ايجن طب بعد كده قلنا لازم ياخد فوليك اسيد طب بعد كده السبرينكتومي انت متوقع انت شيل السبرين لو حصل هايبر سبرينزم يا كيميا قلنا السبرين هيتشال لو حصل هايبر سبرينزم وقلنا ساعات بيحصل كومبليكيشن هايبر سبرينت طب مش بس كده ساعات كمان بشيل سبرين امتى؟ لو مش بتتقيم في الثلاسيميا او في اي موريتك انيميا بتلاقي عندك كيسبينوميجالي لو السبرين كبر قوي وبدا يعمل بريشر مانيفستيشن على اللي حواليه لو حجمه كبير وبدا يتك على الايه؟ على الفيسل وعلى النيرفس اللي معديه حواليه ساعتها بضطر اشيله يبقى بشيل سبرين في حاله من اثنين يا اما حصل هايبر سبرينت يا بدا يعمل بريشر ايه؟ مانيفستيشن طب اسالك قبل ما اشيل سبرين ايه البريكوشن؟ لازم اول حاجه ياخد مبوكه بكتير لما اثنين وايه؟ اكسكلود كولاجين جديد ثالث حاجه مبوكه بكتير وايه كمان ثالث واحده؟ سنه على الاقل 4 سنين سنه على فاكرين البريكوشن اللي قلناها؟ قلنا الطنبه تحفظها من اول شاسه وتبصها في اي حاله سبينكتومي لما تيجي تشيل سبرين قلنا لازم تجيب ثلاث حاجات مبوكه بكتير او بنسلم لو ما عندكش مبوكه بكتير وثاني حاجه سنه على الاقل 4 سنين وثالث حاجه الاكسكلود كولاجين ديزيز وقلنا الكلام ده كله هدفه ايه؟ ان افويد الانفكشن بالكابسوليتد اورجانيزم الاوبتي فاكرين الكلام ده؟ جميل قوي طيب بعد السبينكتومي حاليا بقى في كلمتين بيعملوا حاجه اسمها جين ثيرابي ده اندر تراير او الاحسن وينجز يعني انك تعمل فول مارو ترانسبلانتيشن مش انت عمال تقول لي ان الواد ده مشكلته ان الفول مارو بتاعه بيطلع نوع غريب من الهيموجلوبين بيطلع الهيموجلوبين ايه؟ صح؟ طب ما انا ارجع له جمر تاني جمر نورمال يطلع الموجب النورمال يبقى اعمله جمر ايه؟ ترانس بلانتيشن انا عامل لك سؤال شكل وصول كومباري انواع الجمر ترانس بلانتيشن عاوز تعرف بس اول اثنين اللي هو الالوجينيك والاوتروجن تعرف الالوجينيك والاوتروجن يعني ايه الكلام ده؟ بص يا كابتن الجمر ترانس بلانتيشن الاول تعرفين مش فاهم بتعمل ازاي؟ بشق في المعتبر واحط جمر ولا بعد ايه؟ انجكشن حقن يعني من الاخر اللي في زرع البول برضه في النخاع اللي بتعمل له عمليه هو الدولار مش الجسيجر
اللي بتعمله عمليه هو الدونر مش الريسيبيان. الريسيبيان اللي هو العيان ده ياخد شرط، انما الدونر هو اللي هتعمل له عمليه عشان يتاخد منه دونر دونر وجاف. معايا دكاتره؟ ما ياخد منهم اللي كده دونر وجاف دي عمليه. معايا دكاتره؟ عشان ياخد دونر من واحد دولار هديله واحد ريسيبيان، هاخد دولار ازاي؟ هشفطه منه بفتح وباخد من ايدك كريس. انا بقول لك صورتها المره اللي فاتت، بقول صورتها وباخد من ايدك كريس باخد منه عينه. قالوا الكلام كميه بسيطه 5 مللي صرف كفايه، وبحقنه لمين؟ الواد التاني. ركزوا معايا بقى، ركزوا معايا. يبقى احنا قلنا البون مارو ترانسبلانتيشن المعروف المشهور ان ياخد بون مارو من واحد قريبك بعد ما اعمل حاجه اسمها هالا ماتشنج، يعني اقارن الانتيجن اللي عنده في البون مارو بالانتيجن اللي عندك عشان ما يحصلش ريجكشن. حلو الكلام؟ بعد ما عملت مقارنه ولقيت النتيج بتاعه ملائم، عملت حاجه اسمها توافق نتيجي اللي هو اتش ال ايه. حلو الكلام؟ اروح ابدا اشرحه لك. يبقى انا خدت ايه؟ خدت بون مارو من واحد اخوك قريبك، اهم حاجه ان يكون هذا ايه؟ هذا ماتش. دي اسميها الوجينيك. اسميها ايه؟ الوجينيك، لان هو المشهور المعروف. في بقى نوع تاني اسمه اوتولوجا. يعني ايه اوتولوجا؟ يعني اخد منك وادي لك تاني. ده ركز معايا، هاخد منك وادي لك تاني. ازاي بقى الكلام ده؟ الكلام ده ملوش غير انديكيشن واحد. ركز معايا، واحد عنده سرطان، كانسر، ثايرويد، عنده هيباتوما، عنده اي حاجه، وانت راجل بتاع اورام وقررت انك هتعمل له كيموثيرابي او ايدوثيرابي. انت قررت انك هتعالجه بكيمو او ايدوثيرابي. خد بالك، واحد عنده ورم في الليفر، في الثايرويد، في اي حته، بس عنده جمر سليم. جمر ايه؟ سليم، وعنده سرطان، وهعالجه بفيديو او كيموثيرابي. انا عارف ان لما هعمل فيديو او كيمو هيحصل بون مارو ديبريشن. احنا عارفين اشهر كومبليكيشن للكيماوي او الفيديوثيرابي ان يحصل ايه؟ بون مارو ديبريشن. اروح انا اعمل ايه؟ بالمبدا ما علاج كيماوي او اشعاعي اخد منه كميه من البون مارو وعينها عندي في الثلاجه واعمل له فيديوثيرابي. لو حصل له ديبريشن اروح اديله تاني البون مارو بتاعه، استحاله يحصل له ريجكشن بتاعه. فكره نظيفه جدا. مفيش حاجه اروح اسميها الاوتولوجا ترانسبلانتيشن، يعني هاخد منك واديها تاني. معايا دكاتره؟ جميل قوي. دي انواع الايه؟ ترانسبلانتيشن. في الاخر كده اصلا بوب الصوره بشويه انتيبيوتيك وكلام. حلو الكلام؟ طيب النوع الثاني، هات لي حاجه اسمها سيكل سيل انيميا. ما حدش مخبر له حاجه هنا؟ بسالك سؤال، يعني هو احنا لسه عملنا الثلاثيميا كوانتيتيتف في التقسيمه الحصه اللي فاتت؟ قلنا لك كوانتيتيتف، قلت لك ان الثلاثيميا عيب في الكميات مش عيب في الكواليتي. يعني ايه برضه؟ خد بالك معايا. هو احنا قلنا الثلاثيميا اللي بيعيشوا، يعني هو مين الثلاثيميا؟ بيبقى عنده حاجه من اثنين، يا اما الهيموجلوبين اف زايد ده اسمه ايه؟ ماشي، يا اما ايفو زايد ده اسمه ايه؟ هسألك سؤال، هل الاف والايفو نورمال موجودين عندك؟ اه موجودين. انا بقى بفضل ايه يا جدعان؟ الاف والايفو موجود بس الكميه بسيطه. قلنا الاف والايفو موجود عندك نورمال بس الكميه بسيطه. يبقى العيان ده عنده اف واي 2، دي مش حاجه غريبه، ما قلنا عندنا. بس المشكله اللي عندهم الكميه زايده، ان الكميه زايده يبقى اذا الثلاثين عيال كميات، هو عنده اف واي 2 ودول حاجه طبيعيه تكون موجوده، بس اللي مش طبيعي كميتهم زايدين قوي. معايا دكاتره؟ عشان كده قسمتها كوانتيتيف فيجن. حلو الكلام؟ ناخد بقى السيكل سيل انيميا. احنا كنا مقسمين السيكل سيل على ذمه ايه؟ كواليتيف، على ذمه كواليتيف. خد بالك معايا بقى، بص يا دكاتره، بقيت الهيموليتي انا هاخدهم بالظبط جنرال زائد كذا مميز. عارف الجنرال الحصه اللي فاتت؟ جنرال كلينيكال ريسيرش جنرال انفستيجيشن. وعندي عارف الجنرال حطه في الامتحان زي ما هو زائد المميز كذا وكذا. معايا؟ طيب ناخد السيكل سيل انيميا. ايه بقى حكايه السيكل سيل انيميا دي؟ ركز معايا. السيكل سيل انيميا ده يا باشمهندس مشكلته ان هو عنده ابنورمال هيموجلوبين، هيموجلوبين غريب مش عندنا احنا، عنده هو بس. اسمه هيموجلوبين اس، اسمه ايه؟ هيموجلوبين اس. طب ايه المشكله؟ هيموجلوبين اس ده فيه مشكله، ركز معايا. هيموجلوبين اس ده فيه مشكله، ان هو بيعمل ايه؟ ان هو بيخلي الار بي سيز لما الهيموجلوبين ده يشتغل، انا عارف امتى هيشتغل، لما بيشتغل بيخلي الار بي سيز تتحول من الشكل النورمال اللي هو بايكون كيف للمنظر ده. شبه المنجل كده، السيكل سيلز يعني. يبقى الهيموجلوبين اس ده بيخلي الار بي سيز تاخد المنظر السيكل المنجلي ده. حلو الكلام؟ طب برضه ايه المشكله في المنظر ده؟ المشكله في المنظر ده، خد بالك معايا، ان هو اولا منظر غريب، واحنا عندنا الاسبرين وظيفته ان هو يلقط اي خليه غريبه ويصفرها. مش احنا متفقين ان الاسبرين هو اللي بيصفر البلاد اليمنت القديمه؟ طب هو الاسبرين ازاي بيبين؟
من الجروس اليمنت القديمه والجديده ان القديم شكله بيتغير فبيروح لاقص ومكسر معايا يا فكره. طب لو ده منظر غريب يبقى اكيد لما يعدي على الاسبرين هيروح الاسبرين زنقه ومكسر وعامل لك ايه؟ امولد. مش بس كده يا ريت مش شكلت مشكله ياخد نقل دم وخلاص. لو على قد امولد ياخد نقل دم وطال الموضوع. المشكله مش كده بقى، المشكله ان النورمال ار بي تيز الشكل النورمال عنده خاصيه مهمه قوي اسمها الديفورمابيلتي. النورمال ار بي تيز عندها القدره على التحول. الديفورمابيلتي يعني ايه؟ يعني الار بي تيز ماشيه في بيت الواسع في بيت الضيق تعرف تعدي ازاي؟ لو جت تمشي في بيت الضيق بتستخنق وتغير تنظرها وتتسرد وتتسني لحد ما تعدي. يبقى النورمال ار بي تيز بتعرف تغير في شكلها لحد ما تعدي من اي بيت. حلو الكلام؟ انما السيكل سيلز ما عندهاش القدره دي. السيكل سيلز ما عندهاش القدره دي بمعنى انها اول ما تيجي في بلاس بيسل ضيق شويه هتروح واقفه وهيتجمع عليها اخواتها. لما هيتجمعوا هيدوك ترومبوزا. صح ولا غلط؟ يبقى مشكله السيكل سيل انيميا غير الهيموليزيس ترومبوزا. معايا يا دكاتره؟ تعمل الكلام ده وركز معايا. اللي فيكم خد برد في البطنه، خد برد في البطنه هيقول لك ان السيكل سيل انيميا او السيكل سيل ديزيز ده منه نوعين، منه نوع اسمه سيكل سيل انيميا ونوع اسمه سيكل سيل غير. بس معايا هنعرف الجينيتكس ايه الفرق بين الكلمتين. عامة لازم تكون عارف ان السيكل سيل بريد ده اللي هو كارير، اللي هو كارير بس نوع مميز من الكارير. ركزوا معايا كده، انتوا فاكرين في الايام الثانويه عامه كانوا خدتوا في الاستولوجي حاجه اسمها الدوميننت والريسبتيف والكلام ده. انا عمال افتكر اتكلم فيها ايام الموديليا عشان مش مكانها هنا، بس واضح ان الناس تقول فيها كلمه. يعني خد بالك معايا اقول بس كلمه واحده. بص يا جدع، اي صفه مرضيه، اي صفه مرضيه قد تكون دوميننت سائده او قد تكون ريسبتيف وتنحيه. حلو الكلام معايا. طب انا عندي انواع الكروموزومات في الجسم، يا اما الكروموزومات ذاتيه اوتوزوم، يا اما الكروموزومات جنسيه ست كروموزوم. عامه انت عندك 46 كروموزوم منهم 44 اوتوزوم وفي اثنين ست كروموزوم. ده انا بقول لك بعد كده واخد بالك معايا. يبقى قلنا ايه؟ منهم 44 اوتوزوم وفي اثنين ست كروموزوم، اكس اكس في الميل واكس واي في الميل. طب اسالك سؤال، هما ال 44 الاوتوزوم دول 44 هل مترتبين مفرد 44 مفرد ولا امبير؟ امبير. يعني ال 44 عباره عن 22 زوج. 22 ايه؟ زوج. حلو الكلام؟ ركز بقى، اي صفه هتتنقل من الاباء للابناء او من الامهات او من الاباء بس، يعني قصدي من اللي فوق اللي تحت، هتتنقل من جيل لجيل. الصفه دي قد تكون سائده قوي وتنحيه. حلو الكلام؟ طيب انا عندي ادي اي بير من الاوتوزوم ده، بير اهو ده اي بيبي اوتوزوم، اي باي صوب من الايه؟ من الكروموزوم الذاتي. حلو الكلام؟ البير ده شايل صفه مرضيه، شايل صفه ايه؟ مرضيه. لو كانت الصفه متنحيه، لو كانت الصفه متنحيه يبقى علشان تصدر نفسها لازم الصفه تبقى متحمله على الاثنين. يعني لازم الكروموزومين يكونوا بايظين، يعني لازم يكون منظرهم كده اهو. لو كان الاثنين بايظين الصفه المتنحيه تصدر نفسها. امال لو كان منظرها كده اهو ما تظهرش. ليه؟ لان النورمال كروموزوم بيعمل ماسكينج للديزيز كروموزوم. يبقى الصفه المتنحيه لا تظهر نفسها الا في البيوب فورم. الصفه المتنحيه لا تظهر نفسها الا في البيوب فورم. دي بقى اللي بنسميها هوموزيجاس. لسه جايب سيرتها في الثلاثينية هوموزيجاس ولا هيتروزيجاس معايا؟ يبقى لو كانت بيوب بنسميها هوموزيجاس، ويبقى انت متوقع ان عنده مرض محترم يبان قوي. حلو الكلام؟ معايا يا دكاتره؟ امال لو كان كده واحده بس اللي بايظه دي نسميها هيتيروزيجا اللي هي امبيو، وده غالبا هيبقى كارير. حلو الكلام؟ طيب انا عندي السيكل سيل ديزيز من امثله الامراض المتنحيه. السيكل سيل ديزيز من امثله الامراض المتنحيه، يعني هو ريسبتيف، يعني علشان يظهر نفسه لازم يكون التركيب كده اهو. حلو الكلام؟ علشان يظهر نفسه لازم يكون التركيب كده. طب اسالك سؤال بقى، لو في عيان تركيبه كده هل يظهر نفسه؟ المنطق انه لا، عيان بقى السيكل سيل ديزيز هناخد باذن الله في الجينيتكس انواع ثانيه من الوراثه غير الدوميننت وغير الريسيسيف. في حاجه اسمها، خد بالك معايا، في حاجه اسمها الانكمبليت دوميننت. في حاجه اسمها ايه؟ انكمبليت دوميننت. يعني ايه؟ هو ريسيسيف، هو ريسيسيف. يعني علشان يظهر نفسه على طول لازم يكون منظره كده. بس لو كان منظره كده ما يبقاش كارير. امال ايه؟ يبقى كارير بس في ظروف معينه يتحول لكده. لو كان تركيبه كده تحت ظروف معينه يظهر نفسه، فبنسميها انكمبليت دوميننت. حلو الكلام؟ طيب عيان السيكل سيل بيكون كده، يعني ايه؟ يعني
لو كان تركيبه كده بنسميها سيكل سيل انيميا، ده عايش طول عمره بسيكل سيل، عايش طول عمره بهيموليزيس والصمبوز. حلو الكلام ده، اسميه سيكل سيل ايه؟ انيميا. بس ده نادر، ده نادر. الاشهر منه ان يكون التركيب كده، ده نسميه سيكل سيل تريت. سيكل سيل تريت يعني حامل للصفه المرضيه، كلمه تريت دي يعني حامل للصفه المرضيه. انت متوقع ما دام هو كده يبقى كارير فعلا، بيعيش كارير بس في ظروف معينه بيتحول لايه؟ لكيش. يعني ايه برضه؟ يعني اللي منظره كده هتلاقي عنده في دمه هيموجلوبين اس، عنده اس في دمه، بس الاس ده بيكون ان اكتف يعني مش شغال، ما بيعملش مشاكل. حلو الكلام؟ معايا دكاتره؟ ولكن اول ما العيان يتعرض لهايبوكسيا، ركز معايا، اول ما العيان يتعرض لهايبوكسيا يبقى حاط الاكتيفيشن في الهيموجلوبين اس، تروح الار بي متحوله سكن، يبقى حاصل هيموليزيس وحاصل ترومبوز. يبقى انا بقول لك ان السيكل سيل انيميا يبقى السيكل سيل ديزيز يا اما انيميا يا اما تريد. لو انيميا هيعيش طول عمره بالمنظر بتاع السيكل، لو خدت منه صوره دم في اي وقت من الاوقات هتلاقي عنده سيكل سيل. انما الاخ الثاني وده الاشهر اسمه سيكل سيل تريد، كل حاجه عنده نورمال، ما تظهرش الاعراض الا لما يتعرض لهيبوكسيا. الهيبوكسيا تشغل الموجب الايه؟ تعمل سيكلينج، تروح عامله هيموليزيس وتعمل ترومبوز. معايا دكاتره؟ حلو قوي. ايه الكلينيكال بيكتشر بتاعت السيكل سيل انيميا؟ خد بالك معايا، الكلينيكال بيكتشر اول حاجه جنرال، جنرال زائد كرايزن زائد ليج اكبر زائد ايه؟ ليج اكبر. يبقى قلنا جنرال زائد كرايزن زائد ليج اكبر. حلو الكلام؟ طيب الجنرال عارفينه، طب ناخد بقى الكرايزن. بيحصل برضه فيه اربع انواع او خمس انواع من الكرايزس. عندي فيه النوعين او الثلاثه اللي كانوا شبه الستين المره اللي فاتت، قلنا في هايبر انويتك صح، وفي ابلاستيك، وفي ميجانو بلاستيك بيحصل. حلو الكلام؟ في بقى اثنين جداد، واحده اسمها ثرومبوتيك ام اس كيو، دي النص كومن تايب اوف كرايزس، ثرومبوتيك ايه؟ كرايزس. وواحده اسمها سيكوستريشن كرايزس، واحده اسمها ايه؟ سيكوستريشن كرايزس. لاحظوا معايا حاجه، اول حاجه يعني اسمه بوتيك، احنا متفقين العيان ده اول ما يتعرض، اول ما يتعرض هيبوكسيا هيبدا يحصل عنده ايه؟ سيكلينج، والار بي سيز تتجمع وتقفل الفيسل فتعمل ترومبوز. طبعا انت متوقع ان الترومبوز احتماله هيزيد بوجود دايدريشن، ما هو الدايدريشن بتزود بلاد فيسكوسي فتزود احتمالات ترومبوز. عشان كده العيان بتاع السيكل سيل انيميا انا بنبه على امه ان الواد ده ممنوع يلعب في الحر في الصيف فتره طويله، لانه بيلعب بيعرق، ساعات بيحصل له ثاند جيوب دايدريشن يزود احتمالات الثرومبوز. معايا دكاتره؟ طيب الثرومبوز كرايز، انا بقول لك ان السيكل سيل هتقفلك اي ارتر حسب الظروف، والله ممكن تقفل سليبرال تروح مديك سليبرال انفكشن ونبليجن، ممكن تقفلك رينال تروح عامله رينال انفكشن، ممكن تقفلك اندستاينال ميزنتريك تروح مديك اكيد ابدومين، ممكن تقفلك اي حاجه فاهمين، اي ارتر تقفله، ممكن تقفل كورونري تعمل كورونري انفكشن، يبقى تقفل اي ارتري وتعمل فيه انفكشن. معايا دكاتره؟ جميل قوي. امال يعني ايه كلمه سيكوستريشن كرايزس؟ كلمه سيكوستريشن معناها عزل. سيكوستريشن معناها ايه؟ معناها عزل. ايه بقى اللي بيحصل؟ السيكوستريشن كرايزس دي حاجه برضه ار اس ايه اللي بيحصل فيها؟ ساعات بتلاقي مزود ان ستيمولس من غير اي ستيمولس ان الليفر والسبرين اتهبلوا، راحوا عاملين ايه؟ راحوا قعدوا يخزنوا جواهم دم، يخزنوا دم، ما يطلعوش بره، يحوشوا دم، وبعد ما يحوشوا كمل العدد ولع. طب اكتب بقى لو انتوا كسرتوا فين؟ في الدم. يبقى اللي بيحصل والله بيحصل ازاي؟ الليفر والسبرين يحوشوا جواهم كميات دم مهوله، ساعات بتوصل لدرجه لتر يتحشوا جواهم، وبعد ما يخزنوا شويه كفايه يبداوا ايه؟ يكسروا في الار بي سي، فنسميها سيكوستريشن كرايز. يبقى سيكوستريشن معناها فضل اتاك، فضل اتاك وفي ايه؟ وفي ديستراكشن وفي الار بي سي هو الليفر والسبرين. انت متوقع في الحاله دي لما الليفر والسبرين يحجزوا دم هتلاقي حجمهم كبير قوي، هتلاقي في عندهم ماسك هيبات الزينو ميجالي، وثانيا هتلاقي ان اعراض الهيموليزيس زادت جدا، بقى عنده اكزاجريشن في الهيموليزيس. معايا دكاتره؟ جميل قوي. خد بالك، خد بالك القاعده العامه في السيكل سيل انيميا ان وانس سيكونستريشن اولويز سيكونستريشن. يعني ايه الكلام ده؟ يعني وانس ان الاسبرين اتحبس في عقله وعمل مرض سيكونستريشن وانت خلاص عليك وخدناه بدمه وخلاص وعدى، تاكد انه بعد كده هيعمل ثالث سيكوستريشن وثالث سيكوستريشن ورابع سيكوستريشن. دي القاعده العامه، وان سيكوستريشن اولويز سيكوستريشن.
وبالتالي لو عيان حصله سيكوريشن كرايزس اشتري دماغك وشيل البريك، لانك هتشيله هتشيله بعد كده، يبقى انت تشيله بالضغط دلوقتي احسن من تشيله بالجزمه بعد كده. حلو الكلام؟ بس هتشيله هتشيله. بقول لك وان سيكوريشن اولز سيكوريشن. يبقى اذا لو حصل سيكوريشن كرايزس ما عنديش حل غير ان اشيل البريك. اصل ما اقدرش اشيل الليفر عشان حاجه كده، ما اقدرش اشيل الليفر. طب انت والليفر جامد في ايه؟ طب ما اقدرش اشيل الليفر، يبقى على الاقل عشان اهدي الحاله اشيل البريك. معايا ده كده كده؟ فاهمين الكلام ده؟ جميل قوي. ليبيا سيكوستريشن ايه كرايزس؟ خد بالك عشان حاجه برضه يسال. سيكوستريشن كرايزس بقول لك دي كومبليكيشن ساعات بتحصل. وكمان كومبليكيشن نادره مش حاجه مشهوره. يعني القاعده العامه مش السيكوستريشن. هي بتحصل اي كومبليكيشن. حلو الكلام؟ هات لي بقى الانفستيجيشن. ايه بقى الانفستيجيشن؟ يا دكتور. طب لما نشيل الاسبرين مش الاسبرين مكان الاساس في تكسير الارتيز؟ ايه؟ تكسير الارتيز؟ تكسر بعد سبونتينيوس؟ انا جاتك مش شايف الحلقه اللي فاتت ان بص البلكتوري هنشوفك دلوقتي على فكره مفيش حاجه بص البلكتوري نشيل الاسبرين شوف اللي هيحصل. انا جاتك انت متوقع ان بعد ما تشيل الاسبرين هيتكون في الدم الارتيز القديمه والبيش القديمه والحاجات دي بيزيد الابدون مرفقه وفي ارتيز في الابدون كله بيتكون في الدم مره ما تمشيش تروح الكبد. معايا؟ معايا ده كده معايا كده. احنا قلنا ايه؟ خلاص الكلمه بيرسون هاب بقى الانفستيجيشن. انا عندي في الانفستيجيشن ركز معايا، انا عندي الانفستيجيشن اول حاجه الشنرال. مكان الشنرال اللي هم مين؟ ثلاثة بي. ايه الثلاثة بي دول؟ ايه الثلاثة بي؟ بلاد فيكتشر هم مروا. اول حاجه بلاد فيكتشر متوقع عنده انيميا نوعها ايه؟ نورم نورم. وقلنا كل الهيموليتيك نورم نورم ما عدا مين؟ ما عدا الثلاثيني. نورم الثلاثيني. طب تاني حاجة متوقع مرضى الأرض بتزيد يبقى سكت. ده لو كان ايه؟ لو كان سكت انيميا. ده لو كان تريت مش هتلاقي حاجة. لو كان تريت هتلاقي نورمال الأرض بتزيد عمرها ما بتاخد المنظر السكت الا لما يتعرض لهيبوكس. حلو الكلام؟ جميل قوي. طب تاني حاجة لما اجي اعمل فول مرض الاقي عنده الستويد هايبر بريد والايرن. طب بص بقى يا اخوانا خلاص الكلام بقى اساسي. طب بعد كده لما اجي اعمل له بايوكيميكال هتلاقي عنده جلوبين زايد والاير زايد والبريتين نفس الكلام ده حاضر. عاوزين ناخد بس الكلام بقى المميز. ايه الدايجنوستيك تيست؟ عندي اختبارين. اول اختبار مش هو هيموجلوبين يبقى برضه اعمل هيموجلوبين الكوتوكوريزم. والله لو لقيت عنده حاجه اسمها هيموجلوبين ايه؟ شخص ده ايه؟ سيرتالينيا. طب في كمان تيست دايجنوستيك حاجه اسمها السيكلينج تيست. عندي حاجه اسمها السيكلينج تيست. يعني ايه؟ انا بقول لك معظم الحالات بيكون عندهم الار بي من بره طبيعي. حلو الكلام؟ طب هي امتى بتتحول لسيكل؟ يعني ايه هايبوكسيا؟ يعني اشيل اكسجين من الميديا. حلو الكلام؟ طب انا هاخد منك عين الدم، هاخد منك عين الدم هلاقي فيها الار بي سيز منظرها عادي، منظرها عادي اهو. حلو الكلام؟ معايا يا دكاتره؟ طيب المفروض الار بي سيز دي لو كانت حاله سيكل المفروض تتحول لسيكل سيلز لو عملنا ايه؟ هايبوكسيا. طب ازاي اعمل هايبوكسيا في العينه دي؟ انزع الاكسجين. طب ازاي انزع الاكسجين؟ احط ماده ريديوسنج، احط ماده ايه؟ مختزله عشان تشرب الاكسجين. يبقى اذا انا باخد منه عين الدم احط عليها ماده ريديوسنج اللي هي مين؟ اللي عاوز يعرفها ماده اسمها الصوديوم ميتا باي سلفايت. ميتا باي سلفايت يبقى الصوديوم ميتا باي سلفايت دي ماده ريديوسنج احطها على العينه بتروح شاطه الاكسجين. والله لو الار بي سيز منظرها قلب بقت سكن شخص سكن. لو ما قلبش كان نورمال. معايا دكاتره؟ يبقى المفروض ان الار بي سيز نورمالي يفضل منظرها عادي حتى الهايبوكسيا. انما لو كان سكن سيز جديد اول ما يتحط ايه الماده دي هتروح شاطه الاكسجين هتلاقي الار بي سيز قلبت سكن سيز. معايا دكاتره؟ فاهمين الكلام ده؟ معايا؟ كده غلط. ايه الدايجنوستيك تيست الاورجانيك؟ معايا دكاتره؟ طب اخيرا بقى التريتمنت. العيال دي عجبوا ايه؟ معايا التريتمنت نفس الكلام بالظبط ونفس الثلاثيميا. بس التريتمنت هيفرق حسب هو الباشمهندس جاي لك الاتاك ولا جاي بتقول اتاك. لو جاي لك الاتاك واحد جاي في اتاك في المولد عمال عنده تفكير دلوقتي كل اللي هعمله له دخله المستشفى بنحجزه يتحجز بدريس بلس ترانسفيوجن ارم كريتور وصار الموضوع. حلو الكلام ده الاتاك بقى انا جدي انا عنده بيت. حلو الكلام؟ هات بقى ان بتوين. ان بتوين هو بالظبط اي ثلاثيميا. يعني ساعات بيحتاج دايما بياخد بلاد ترانسفيوجن ثاني حاجه ايرن كريتور ثالث حاجه فوليك اسيد رابع حاجه
مش عارف جين ثيرابي والمجرى في الروتيشن نفس الكلام بالظبط اللي معاه ورقه جديده كان مكتوب ورقه جديد الزياده بس الزياده اكتب ان التريتمنت بيساوي 300 زائد التريتمنت دوت جايز يبقى ال 300 زائد ايه؟ التريتمنت دوت جايز احنا اتفقنا الكلينيكال فيجيتشر هي الجنرال زائد جرايز الالفت انما ثاني حاجه التريتمنت برضه هو الجنرال 300 زائد التريتمنت دوت جايز بقى ايه علاقه كرايزس؟ اهم حاجه عندي الترومبوتيك كرايزس اهم حاجه الترومبوتيك كرايزس لو حصل له ترومبوتيك كرايزس اولا بجيبه اقعده في السرير هنقل له دم اديله انا مدبك عشان خاطر الايه؟ البين اللي عنده زود بس ان ساعات بديله ترومبوتيك ثيرابي بديله ترومبوتيك ثيرابي زي ستريبتو كاينيت واليورو كاينيت معايا ده كده كده؟ طب لو حصل له هيموليتيك او هايبر هيموليتيك ايه الدم؟ ما هو تكتيك. طب لو حصل له ميجاي وبلاستيك فوليك اسيد لا علاج بس الحصه الجايه تبقى ورق النترو عشان معاك غير ورقتين في البلاصه هقولهم ما كانش النترو باذن الله. وده كده انا مش عايز الثقه الجديد ما تقراش الجديد يا عم الثقه القديم الثقه اللي بشرحها ايه؟ الاربع في حصه معاك ميعادنا عادي من عندي عندي مواعيد اروح بعدكم مش هينفع اقعد معايا يوم الاربعاء في حصه عادي خالص